السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. بتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وبسلامة. أنا اليوم بدي ندخل في برنامج جديد، هو برنامج داونلود مانجر. واليوم بدنا نعمل طريقة إنه كيف نحمل البرنامج وكيف نفعله. أول شغلة راح تلاقوا رابط تفعيل البرنامج أسفل الفيديو في صندوق الوصف. أول إشي بعد ما تحملوا البرنامج من موقع ميديا فاير راح ينزلكم بالطريقة هذه. طبعا رابط البرنامج وملف التفعيل داخل ملف واحد. نعمل استخراج للملف، بيطلع لنا بالصورة هذه. بعد ما نعمل الاستخراج بنفتحه بتلاقوا ثلاث شغلات. بنروح لأول شغلة هنا بنعمل لنا مفتاح اللي هو البرنامج، نعمل ياس، نعمل التالي، وافق لشروط الترخيص، تالي. هون الطريقة هذه هي هيك قاعد بتثبت على الجهاز. نعمل له ايش؟ اغلاق. اوكي تمام. نضغط هنا على اوكي تمام. طبعا انا حاجيب لكم انه عشان نسجل تسجيل دخول فاحنا راح نقول له الغاء الامر. بنروح في ملفين هنا، بنروح على كي 1 اللي عليه واحد، فوت عليه. الملفين هذولا ملف ال 64 اذا كان نظام السيستم عندك 64 فراح تستخدمه، واذا كان 32 راح تستخدم هذا. خلينا نشوف قد كيف بنعرف كيف النظام. نروح على ايقونه الكمبيوتر بالزر اللي بكليك يمين، نعمل بروبرتيز، ندخل هنا بنلاقي انه النظام عندنا 64 بت، فانا راح استخدم نظام 64 بت. نضغط عليها ضغطتين، يس يس اوكي. نعمل رجوع، نروح على الملف الثاني، نعمل له بكليك يمين، نعمل له كوبي، نطلع، نروح على أيقونة البرنامج على سطح المكتب، نضغط كليك يمين، اوبن فايل لوكيشن، نفتح موقع الملف. هذه بنشيلها، بدنا نحذفها، نضغط من زر الكيبورد على ديليت كونتينيو، تلقى تنحذف. لما نضغط بالزر اليمين نعمل بيست، توي نسخناها، هيها اجت هنا نتفعل. خلينا هالقطعة نشوف امامكم البرنامج تفعل او لا. نفتح البرنامج، نروح على التسجيل. زي ما انتم شايفين هنا فيش علامة التسجيل، يعني البرنامج هيك يتفعل 100% ومدى الحياة ان شاء الله. نستكمل معكم طريقة اضافة انترنت داون مانجر على مصفح جوجل كروم، والطريقة كالتالي. في البداية أول شيء بدنا نروح على مصفح جوجل، بنروح على علامة التعجب اللي هنا أو الثلاث نقط اللي هنا، بنلاقي إنه إحنا بعد ما ثبتنا البرنامج إنه إجانا علامة هنا إنه بدنا نضيف الإضافة. بنعمل عم نضغط عليها، بنعمل هنا إنيبل إكستنشن إنه تثبيت الإضافة. وبالطريقة هذه بتكون تثبت، تم تثبيت، هيو بيقول لك تم تثبيت ملحق انترنت داون مانجر لجوجل كروم. نروح عشان نتأكد، نضغط على ثلاث نقط اللي هنا مور تولز اكستنشنز الإضافات، بنلاقي هنا انه علامة الانترنت داون مانجر اتثبتت. طبعا العلامة هذه فيها هنا مشكلة انه بدنا نشيلها، بنروح نعمل لها ريموف إزالة. نروح على الطريقة التالية، إنه نروح على أيقونة الإنترنت داونلود مانجر، نروح على أيقونة الإنترنت داونلود مانجر، بنعمل لها أوبن فايل لوكيشن، بنلاقي الأيقونة هذه أو الملف اللي عليه هذا زي ما موضح في الصورة IDMGCEXT.CRX. هذا بننسخه زي هيك، بنسحبه، بنروح على جوجل كروم، بنحطه هنا في الإضافات، نعمل هنا Add Extension، هنا طبعا إزالة، وبالطريقة هذه بيكون انضافت معنا 100%. بعد ما تمت الإضافة بدنا نروح على اليوتيوب عشان نتأكد من الإضافة إنه تمت 100%. بدنا نحط الرابط هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انكم شايفين هاي الاضافة هذه من عن طريقها بنقدر نحمل الفيديو. يكون الشرح عجبكم وتستفيدوا وتشاركوا المعلومات هذه مع معارفكم واصدقائكم. بالتوفيق للجميع، يعطيكم العافية.